Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'du fe ya ibadallah. Usikum bi takvallahi ve ta'atih. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بالقصد صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بارك الله لكم في جمعتكم أيها المؤمنون الأعزاء إن الإسلام هو دين الاعتدال حيث يأمرنا بأن نكون متوازنين ومعتدلين في كافة جوانب حياتنا ويوصينا بأن نبتعد عن الغلو والإفراط وأن نحيا على الاستقامة وأن نتعامل بالحكمة أيها المسلمون الأفاضل إن الإنسان سيظل سعيدا طالما حافظ على التوازن القائم بين المادة والمعنى وبين البدن والروح وبين الدنيا والآخرة ولا يمكن للاستقرار والسلام أن يسود في عالمنا هذا إلا من خلال المحافظة على هذا التوازن الإلهي ولا شك أن الاندفاع نحو الغلو والإفراط في الشراء والترفيه والأكل والشرب واللباس والحديث والكتابة وحتى في الأمور الدينية من شأنه أن يلحق الضرر بالإنسان والمجتمع إخواني الأفاضل
انما يليق بنا نحن كمؤمنين هو ان ننقل ذلك التوازن الرائع الذي اقامه ربنا عز وجل في كل ذره في كل ذره من ذرات الكائنات ونحمله الى حياتنا وان نتبع الطريق الوسط دون الاندفاع نحو الافراط والتفريط ويا لسعاده من يعيشون حياه معتدله مثل ما امر ربنا عز وجل ويجتنبون الغلو والافراط ويحافظون على استقامتهم وقال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وابشروا